تأمل زازان. تهدف طرق تأمل زازان إلى شيئين: أولاً الهدوء، ثم التركيز. في الواقع، العقل الذي يتخلص من الأفكار العشوائية يطور وعياً عميقاً بطبيعته الحقيقية. في البداية، من الضروري تهدئة الأفكار الشاردة. يجب أن تنمي القدرة على جذب انتباهك لتهدئة عقلك واستقراره، وتمنعه من أن يقودك إلى ما لا تريد. إذا نجحت في تهدئة العقل واستقرار الانتباه، فلن تزعجك مشتتات الانتباه التي تحدث أثناء التأمل. ثم يمكنك تطوير القدرة على التركيز، إما على ما هو موجود هنا والآن شيكانتازا، أو دعم التأمل مثل الانتباه إلى أنفاسك أو الكوان. الطرق الأكثر استخداماً للتركيز في تأمل زازان هي: أولاً عد الأنفاس، ثانياً كوانز، ثالثاً شيكانتازا. في تأمل زازان اليوم سنستخدم عد الأنفاس. سوف نتعلم كيف نلفت انتباهنا إلى شيء من التأمل. في هذه الحالة سننتبه إلى التنفس. مثل معظم تقنيات التأمل، يمكن ممارسة هذا الأسلوب في وضعية الاستلقاء أو الجلوس أو الوقوف أو حتى المشي. سوف نمارسها اليوم في وضعية الجلوس. اجلس في وضع مريح للتأمل مع ربط رجليك. ابدأ بوضع الجسم بشكل مستقيم. إن خلق استقامة وتوازن للجسم يعزز حالة ذهنية مماثلة. يجب أن يكون الوركين فوق ركبتيك إذا لزم الأمر. ارفع مقعدك بوسادة تأمل من نوع مريح، واجلس على الثلث الأمامي من الوسادة. يجب أن تشكل قاعدة من 3 نقاط على الأرض مع ركبتيك وأردافك. إذا كان ظهرك حساساً أو متألماً، يمكنك استخدام كرسي للدعم. يمكن أن تكون الوسادة مفيدة أيضاً، ولكن إذا استطعت اجلس دون دعم، يمكنك أيضاً محاولة الجلوس على كرسي صغير بدون ظهر. إذا جلست على ركبتيك، افتحهما قليلاً وارفع الحوض بوسادة. تثبت الركبتان على الأرض دائماً قاعدتك المثلثة. في كلتا الحالتين، حاول إنشاء قاعدة مثلثة ثابتة بين ركبتيك أو قدميك إذا كنت جالساً على كرسي وعظام الحوض. انحني قليلا للأمام ثم للخلف ولليسار ولليمين حتى تجد وضعا متوازنا بدون جهد أو شد. الآن خذ لحظة لتشعر بهذا الوضع الثابت المريح والمستقيم في نفس الوقت. ارخي كتفيك ومد رقبتك. كتفيك للأسفل، تبتعد عن أذنيك. رأسك مستقيم بما يتماشى مع العمود الفقري. ذقنك منخفض قليلا للأمام، بحيث يمكنك وضع برتقالة بين ذقنك ورقبتك. النظرة موجهة إلى الأرض أمامك بزاوية 45 درجة تقريبا. ارخي عينيك أو أغمضهم إذا كنت ترغب في ذلك. يمكنك إبقاؤها مفتوحة قليلاً أو يمكنك إغلاقها تماماً إذا كنت تفضل ذلك. ضع يديك على ركبتيك وضعهما في الطين الكوني. ضع يديك على ركبتيك. للقيام بذلك، ضع يدك اليمنى على ركبتيك وارفع راحة يدك، ثم ضع يدك اليسرى عليها مع رفع راحة اليد أيضا. ارفع إبهامك للأعلى
والمسهما لتشكيل شكل بيضوي. أغلق فمك، ابتلع لعابك محدثا فراغا خفيفا، ثم ضع لسانك على سقف فمك. من هناك حاول البقاء ثابتا قدر الإمكان. تجنب أي هيجان أو حركة للجسم. تنفس ببطء من خلال أنفك. إذا كان عليك التنفس من فمك لأن أنفك مسدود فهذا ممكن أيضا. خذ 5 أنفاس عميقة وبطيئة، سيؤدي ذلك إلى أكسجة دمك ويريحك. جميل. الآن كن على دراية بتنفسك وبالحركات التي يولدها في جسمك. لاحظ بشكل خاص حركات بطنك عند الشهيق والزفير. خذ لحظة لتشعر بأنفاسك. لا تحاول التلاعب بأي شكل من الأشكال، فقط كن على دراية بتدفقه. اقضي بضع دقائق في ملاحظة التنفس حتى تبدأ في الاستقرار والاسترخاء. أثناء تركيزك على تنفسك ابدأ العد عقليا. قم بالشهيق، 1، زفير، 2، شهيق، 3، زفير، 4، شهيق، 5، زفير. استمر في العد إلى 10، ثم من 10 إلى 1، عدا عكسيا. يظل في هذه الأثناء انتباهك محبوسا على أنفاسك أو منخفضا بقدر ما تشعر به في جسدك. جميل. تنفس. جميل. كما يرتاح الجسم وكذلك التنفس، لا تحاول التحكم أو تعديل أي شيء، فقط اسمح لنفسك أن يكون. من خلال القيام بذلك فإنك تخلق مجالا مفتوحا للوعي. يظل العد هو الهدف الرئيسي لاهتمامك. أنت تسمح للأفكار والذكريات والعواطف والأحاسيس أن تأتي وتذهب بشكل طبيعي دون محاولة منعها أو تجاهلها. يظل العد دائما محور اهتمامك. إذا تشتت انتباهك أو فقدت العد، فقط عد إلى 1، شهيق، 2، زفير، وهكذا من دون أن تلوم نفسك. عد وتابع تنفسك فقط. جميل. عندما يرتاح جسمك يصبح عقلك أكثر تركيزا بشكل طبيعي، ويصبح تنفسك بشكل طبيعي أخف وأكثر هدوءا. اجعله يحدث. في بعض الأحيان
قد تخطو ببالك العديد من الأفكار التي تمنعك من سماع تنفسك أو عدك. تقبلهم وعد ببساطة إلى العد والتركيز على التنفس. في بعض الأحيان يصبح كل شيء أكثر هدوءاً. كل ما يأتي لك دعه يأتي ودعه يذهب. جميل، انتباهك، وجودك هو أهم شيء. ابقى مع تنفسك وعدك. قد تجد بطبيعة الحال أن عقلك يبدأ في الاستقرار. يمكنك أن تصل باستمرار إلى 10 في هذه المرحلة. ما عليك سوى عد الزفير. قم بالشهيق والزفير. 1 شهيق ثم زفير. 2 شهيق ثم زفير. 3 شهيق ثم زفير. استمر في العد إلى 10 ثم عد من 10 إلى 1. شهيق زفير. شهيق زفير. جميل. استكشف واعثر على الأفضل لك. ما عليك سوى عد الزفير أو عد كل شهيق وزفير. ابقى على دراية بأنفاسك وحركاتها في جسمك. جميل. الآن أسقط العد واتبع أنفاسك فقط. كن حاضرا مع التنفس. دعه يحدث تلقائيا. كن أنت هذا التنفس. دع النفس نفسه يتنفس. إنها بداية التخلي عن الجسد والعقل. لا تتسرع في هذه الخطوة. في أي وقت عد إلى حساب الأنفاس لمساعدتك على إعادة تركيز انتباهك إذا لزم الأمر. جميل. في النهاية كن لطيفا مع نفسك وامنح نفسك الوقت للخروج بهدوء من التأمل. كن واعيا لجسمك وحضورك. عندما تشعر بأنك جاهز، خذ نفسا عميقا وتمدد بينما تمضي في يومك. خذ نفسا عميقا وتمدد وافتح عينيك بهدوء ولطف. بينما تمضي في يومك، حاول إبقاء مجال الوعي هذا مفتوحاً.